وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحديث الأخير في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. وهذا الحديث الأخير يتعلق بالنخامة وما في حكمها عندما ترى في المسجد، وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقد سبق أن ذكرنا عدة أحاديث في هذا المضمون في باب مضى، وبينا أن المساجد ينبغي أن تنزه عن الأقدار، وينبغي أن تنزه عن الأوساخ، وذكرنا هذا الكلام مطولا، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الشيء الذي ذكرناه آنذاك. ولذا فننتقل نحن إلى الباب الذي يليه، وعنوانه باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. بدأ المؤلف هذا الباب كعادته ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل المتعلقة بهذا الموضوع، فذكرنا أولا بقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم أتبعه بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طبعا هذا الكلام خطاب لعامة الناس، ولكن يدخل في عامة الناس بشكل أولي ومن باب أولى ولاة الأمور. فالله عز وجل عندما يقول لرسوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي كن سمحا سهلا لينا متواضعا لمن اتبعك من المؤمنين. عندما يخاطب الله رسوله بهذا، يخاطبه بوصف كونه نبيا وبوصف كونه إماما للمسلمين ولي أمر لهم. وقد قلنا أكثر من مرة إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له شخصيتان: شخصية النبي المبلغ عن الله، وشخصية رئيس الدولة أو إمام المسلمين. فالباري سبحانه وتعالى ميزه بهاتين المزيتين. أما المزية الأولى فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتمتع بها قبل الهجرة وبعد الهجرة، أي عندما كان في مكة وعندما هاجر إلى المدينة. النبوة كانت موجودة منذ أن أصبح عمره 40 عاما. أما إمامة المسلمين ورئاسة الدولة فقد تمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، وعندما قامت الدولة الإسلامية التي تعتمد على ثلاثة أمور: على الأمة ووحدتها، وعلى الأرض التي ينبغي أن تمتلكها، وعلى النظام السلطوي الذي ينبغي أن تتمتع به. وهذه الأمور الثلاثة نالها المسلمون بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت لهم الأرض، وكان لهم النظام السلطوي، وكانت هنالك الأمة الواحدة التي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولادتها في الوثيقة
التي اكتتبها المصطفى صلى الله عليه وسلم كنظام يخضع له كل من في المدينة من مسلمين وأهل الكتاب. وأول بند في هذه الوثيقة يقول: المسلمون من قريش ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. أول بند. وهذا البند يعلن عن ولادة ما يسمى بالأمة. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بهذا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بوصف كونه نبيا، وأمر بهذا بوصف كونه إماما للمسلمين. وإذا كان هذا الأمر موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه إماما للمسلمين، فهو موجه إلى سائر الأئمة من بعده. هذا الكلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، خطاب متسلسل لكل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما أو رئيسا أو ملكا، الأسماء مهما اختلفت المضمون واحد. نعم. وخفض الجناح معناه الشفقة عليهم والرأفة بهم والتواضع لهم واتخاذ كل الوسائل والأسباب لرعايتهم وخدمة مصالحهم. هذا معنى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الآية الثانية هي قول الله عز وجل: إن الله يأمر. يأمر من؟ المفعول محذوف. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. من هم الذين يأمرهم الله بهذا؟ من تتصورون الذين يؤمرون من قبل الله بالعدل بالإحسان بإيتاء ذي القربى؟ أول من يخاطبون بهذا هم أئمة المسلمين، لأنهم هم الذين يشرفون على موازين العدالة، وهم الذين مكنهم الله سبحانه وتعالى من السهر على مصالح الأمة أن لا تتسرب إليها أيدي البغي وأيدي الحيف والظلم. فهؤلاء هم أول من يخاطبون بالأمر بالعدل والإحسان. العدل الدرجة الأساسية، الإحسان درجة مكملة للعدل. العدل في مثلا البيع والشراء هو أن تأتي الشخص المشتري حقه إن كنت بائعا، كذلك إن كنت مشتريا أن تعطي البائع أيضا كامل حقه، فهذا هو العدل. أما الإحسان فدرجة أعلى. الإحسان إن كنت بائعا أن تكرم هذا الإنسان الذي اشترى منك، فإذا وجدت أن الحق لا يستبين تماما بدقة فاجعل مزيدا من الإكرام في جانبه حتى تحتاط أنك لست ظالما له. وهذه الدرجة طبعا بعد الإحسان وفوق الإحسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه السماحة هي الإحسان. كذلك من الذي يخاطب بالإحسان؟ الذين يخاطبون بالعدل هم أنفسهم الذين يخاطبون بالإحسان أيضا. فولي أمر المسلمين الذي يأمره الله بالعدل هو ذاته الذي يأمره الله أيضا بالإحسان. لكن هذا الخطاب ليس خاصا لأولياء الأمور فقط، وإنما هو لكل من يتعدى منه العدل والظلم يخاطبه الله بأن يعدل، وهو خطاب لكل من يتعدى منه الإحسان وعدم الإحسان يخاطبه الله أن يحسن. الزوج مخاطب بهذا في بيته، رب الأسرة مخاطب بهذا في أسرته، التاجر مخاطب بهذا في متجره، الموظف
رئيس الدائرة، المدير في مديريته، الوزير في وزارته، العامل في معمله، كل من يمارس أمرا يتأتى منه أن يعدل أو أن لا يعدل، ويتأتى منه أن يحسن أو أن لا يحسن، يواجهه هذا الخطاب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم قال: وإيتاء ذي القربى، أي ملاحقة ذوي القربى بملاطفتهم وبإعطائهم حقوقهم الخاصة بهم. ثم قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر، تأكيدا للكلام الإيجابي السابق، نهى عن نقائض ذلك. إذن هاتان الآيتان هما فاتحة أحاديث هذا الباب. ثم نقلنا المؤلف إلى أول حديث في هذا الباب، وهو الحديث المشهور المعروف المتفق عليه عند البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث على الرغم من كثرة اشتهاره، حتى إني لا أظن أنه لا يوجد في المسلمين من لا يعلم هذا الحديث، فالمسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى أن يركنوا إلى معناه وأن يتدبروه وأن يطبقوا ولو 20% من معناه. بمقدار معرفة الناس بهذا الحديث يفتقر الناس كلهم إلى تطبيق هذا الحديث، لا شك في هذا ولا عيب. أظن أن معنى الحديث واضح. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يوضح لنا شيئا واحدا ذا أهمية قصوى، هو أن الرعاية ليست خاصة في المجتمع الإسلامي بفئة من الناس أبدا. الرعاية يعني القيادة ليست خاصة بفئة الحكام دون غيرهم، بل الرعاية أي القيادة أي المسؤولية القيادية موزعة بين فئات الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا أمثلة بهؤلاء الفئات، وإلا لو أنه استعرض كل الفئات لطال الحديث ولتحول الحديث إلى كتاب، ولكنه ضرب أمثلة فذكر أول مثال وأوضح مثال وأكبر مثال، وهو أن الإمام راعي، الإمام يعني رئيس الدولة، الإمام راعي ومن ثم فهو مسؤول عن رعيته. لكن هذه القيادة أو هذه الرعاية أو هذه المسؤولية موزعة بين الآخرين، لذلك تابع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: والرجل راع في أهله، الرجل راع في أسرته، تماما كما أن ولي أمر المسلمين راع في دولته. الرجل الذي قيد الله منه رب أسرة أيضا مسؤول كمسؤولية ذلك الإمام في بيته في أهله، فهو راع أيضا لكن في أهله. والزوجة أيضا مسؤولة وذات مسؤولية قيادية في بيت زوجها، راعيان في بيت واحد، كيف هذا؟ الزوج راعي يعني قائد، والزوجة راعية يعني قائدة أيضا. نعم، لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه اسم الولاية المتبادلة.
توجد قيادة للمرأة في البيت وتوجد قيادة للزوج في البيت والأمر منسق، يعني لم يقع تضارب. الشريعة نسقت الأمور في التفاصيل المعروفة. طيب، هذه ثلاثة أمثلة. قال والخادم راع في مال سيده. قد يظن أنه أبسط فئة وأدنى طبقة هم الخدم، هؤلاء ليسوا رعاة، لا لا، هم أيضا رعاة، أي يتحملون مسؤولية القيادة فيما أقامهم الله فيه. الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم أتبع هذه أمثلة، الشرح يطول، ثم قال وكلكم راع ومسؤول عن رعيه. كلكم، لاحظوا كيف أتبع هذا الكلام العام الأمثلة، يعني المسألة ليست محصورة بهذه الأربعة أصناف، لا، كلكم راع. إذا الموظف راع في دائرته، رئيس الدائرة راع في دائرته، مدير الإدارة راع، الشخص الأعلى منه الوزير راع في وزارته ومسؤول عن رعيته، رجل الأمن راع في عمله ومسؤول عن رعيته، التاجر راع في متجره أو مصنعه ومسؤول عن رعيته، العامل راع في معمله ومسؤول عن رعيته، الأستاذ في الجامعة أو في أي معهد راع ومسؤول عن رعيته. كل إنسان أقام الله منه راعيا، لكن في دائرة معينة، دائرة اتسعت أو ضاقت. المختار راع في قريته ومسؤول عن رعيته، العالم في حيه أو بلده مسؤول راع في حيه أو بلده حسب اتساع قدرته وعلاقته بين الناس في الناس ومسؤولا عن رعيته. هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة التي يريد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يوصلنا إليها؟ النتيجة هي التالية: عندما ينهض كل راع من هؤلاء الرعاة بمسؤوليته تزول المشكلة وتهدأ النأمة ويستريح البال وتقوى الأمة وتسد الثغرات ويشع العدل وينتهي الظلم تماما. معنى ذلك أن هذه المزايا كلها لا تتحقق بسعر فئة واحدة من المسؤولين، وإنما تتحقق بسعر جميع المسؤولين، جميع هؤلاء الناس. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل واحد فاعل ومنفعل في تفاعل بين هذه الفئات. رئيس الدولة مؤثر في رعيته قطعا، وكلام ذلك التابعي صحيح: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، تماما. لكن كذلك سهر الرجل في بيت زوجه في بيته، وسهر الزوجة في بيت زوجها، على كل على مسؤوليته، ورعاية التاجر للعدل والحق في متجره، والموظف في وظيفته، والوزير في وزارته، والعامل في معمله، وهكذا. أيضا مؤثر على سلطة الحاكم ومؤثر على سلوكه، كما أن الحاكم مؤثر على الرعية، فالرعية الأشخاص المسؤولون فيها هم أيضا يؤثرون على الحاكم، أي يعينونه على السير في هذا الطريق. ولذلك نقول صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال كما تكونون يولى عليكم، يعني أن الشعب مؤثر على السلطة. وصدق ذلك التابعي عندما قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن بينهما تفاعلا. فالحاكم مؤثر ومتأثر، والرعية مؤثرة ومتأثرة. هذا الكلام مهم جدا أن نعلمه، ونتيجة لهذه النتيجة ينبغي أن نعلم
أنه إذا فسد عنصر من هذه العناصر فإن الفساد ينعكس على العناصر الأخرى. إذا خان العامل في معمله ولم يخلص في عمله فإن الفساد يستشري تماما كالداء الذي يتوضع في الجسم كيف يستشري كيف تسير العدوى إلى أجسام أخرى. الموظفون رؤساء الدوائر مدراء المديريات إذا ناموا عن مسؤولياتهم وخانوا مسؤولياتهم الفساد يستشري، وقد يصل الأمر إلى درجة أن الرئيس الأعلى تشل فاعليته، لا يستطيع أن يحرك ساكنا ولا أن يصلح عوجاجا، لأنه إن فعل فبواسطة من يفعل؟ بواسطة المنفذين، والمنفذون عندما لا يخلصون الشلل عندئذ يستشري. قد تجد أن وزيرا تحمل مسؤولية وزارة معينة كل الناس ينعتونه لأنه ذو خلق قويم والاستقامة وذو رشد وإنسان يخاف الله عز وجل، بعد حين تسمع الأخبار فتتلقى الأنباء أن الرجل لم يصلح فاسدا ولم يقوم أوجاجا، ويخيل إليك أن الرجل ليس كما كنا نظن، قد يكون الرجل جيدا وقد يكون صالحا، لكن المسألة ما هي؟ أن المسؤولين الآخرين من تحت مستوى مثل المدراء مثل رؤساء الدوائر الآخرين هم الذين لم يقوموا بهذه الرعاية ومسؤوليتها التي أناطها رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فماذا يصنع هذا المسؤول؟ ونحن نضرب المثل بالوزير، مهما كان مخلصا إذا كانت البطانة التي من حوله غير مخلصة، إذا كانت البطانة التي من حوله لا تريد إصلاحا بل تسعى إلى أفساد، ماذا يفيد؟ لا يفيد. وهكذا فالصلاح ينهض عن طريق تعاون وعن طريق تآلف وعن طريق مد جسور العمل الإيجابي من أعلى القمة إلى أدنى القاعدة، ومن جهل هذا فهو ليس معذورا بجهله، هو متجاهل، لأن هذه المسألة واضحة جدا بكل معنى الكلمة. وهذا من بعض كلام سيدنا رسول، من بعض معنى كلامه كما تكون يولى عليكم، وأصل الكلام مرويا من طريق الحسن البصري يوم سمع رجلا يلعن الحجاج قال له لا تقل ذلك يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولى عليكم القردة والخنازير. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما تكونوا يولى عليكم. نعم. فإذا نام رب الأسرة عن مسؤولية بيته، ونامت الزوجة عن مسؤوليتها في بيتها، ونامت هذه الفئات كلها أو أكثرهم أو نصفهم، فلا تنتظر معجزة تصدر من ولي أمر المسلمين، لا تنتظر هذه المعجزة، لأن المسألة قائمة على معنى التفاعل. ونحن اليوم نستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة أيها الإخوة في هذا الموضوع، نستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة والوقت يضيق عن استعراض هذه الأمثلة كلها. أنا قلت مرارا نحن ننحي باللائمة على وزارة الإعلام عندما نجد أنها تذيع أو تبث برامج لا تتفق مع الخلق والفضيلة، لكن هل المسؤولية مسؤولية وزارة الإعلام وحدها؟ أليست هذه المسؤولية مسؤولية التجار الذين يروجون بضاعتهم بالدعايات الفاضحة التي لا ترعى جانب الأخلاق والفضيلة؟ أليس كذلك؟ ما قيمة أن ترعى وزارة الإعلام هذا المعنى وأنت تنظر إلى الزخم الذي يفد إلى وزارة الإعلام والمتمثل في الإعلانات التجارية التي تعتمد على المرأة؟ ما قيمة ذلك؟ أليس من جملة المسؤولين
هذا التاجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فكر وتفنن فلم يجد سبيلا الى ترويج الالبسة الجاهزة التي يبيعها وهي نسائية سوى ان يستحضر عارضات ازياء ويقيم حفلا اثر حفل في اماكن في فنادق حتى يروج بذلك لبضاعته وثيابه. طيب اذا وجد في المجتمع من لم يكن على مستوى مسؤولية الرعاية التي اناطها الله عز وجل به، ما قيمة ان اكلف وزارة الاعلام بشيء لم تجد ثمرة له؟ اذا ها هنا تفاعل وها هنا تعاون. واذا وجد الصلاح من جانب جرى هذا الاخرين الى الصلاح شيئا فشيئا، وهذا المعنى واضح في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنالك ايها الاخوة مبادل والانحرافات لا تقوى القوانين على يعني اصلاحها، لا تقوى القوانين. وانا اضرب لكم مثلا على ذلك بهذه الاطباق التي انتشرت في بيوتات الدراويش والفقراء قبل ان تنتشر في ابنية البازخين والاغنياء. اضرب لكم مثلا بهذا. طيب لو فرضنا ان القوانين ارادت ان تلاحق ذلك، كيف يمكن ان تلاحق؟ لن تستطيع. وانا اقول بصراحة لماذا؟ لأن المجتمع طبقات، هنالك طبقات المسؤولين الوزراء من هم في أعلى درجة من ذلك كبار الضباط نحو ذلك، فإذا أردنا أن ننظف البلد من هذا فينبغي أن يكون المسألة عامة للجميع. تمام، القانون إذا طبق ينبغي أن يطبق على الجميع، وهذا عملنا لا يمكن وكلكم يعلم لماذا لا يمكن. طيب إذا لم يكن هذا ممكنا فلسوف تسير العدوى الى الاخرين. ما الفرق بين فلان وفلان؟ لماذا فلان يستعمل هذا الجهاز ويتمتع به مساء صباح وانا لا اتمتع به؟ ما الفرق؟ اليس القانون واحدا للكل؟ اذا لابد لكي نتتبع امورا من هذا القبيل ان تكون المسألة عامة للجميع. طيب والتعميم بسبب واقع نحن نعاني منه يصعب في كل الامور، والنتيجة التي استتبعت ذلك ان الفساد بدأ يستشري في البيوت دون ان نستطيع معالجة لذلك. فكر ما الطريقة لذلك؟ والفساد مستشري كما قلت اكثر من مرة بشكل خطير. انا لا اتكلم عن المواعظ وانا لا اتحدث عن الاخلاق وخطورة هذا الشيء على الفضيلة وما الى ذلك، لا لا لا، انا اتكلم عن الجانب الاجتماعي والاقتصادي فقط. انا اعلم ايها الاخوة تماما وانا ممن يستقبل المشكلات على الهاتف، كثير من المشكلات، كم من زوج كان راضيا بزوجته، كان متعلقا بها لما ادخل هذا الجهاز الى داره ولما اطل من خلال هذه النافذة على اسرار الليالي كما تعلمون، اذا بالرجل يتبرم بزوجته واذا بالمشكلات تنتشر واذا بالخصومات تندلع واذا بالفراق يقع، بل كم من زوجة ايضا تبرمت لزوجها بعد ان كانت راضية به الى اخره. كم من اسر يستيقظ الاطفال والمراهقون في البيوت بعد اوساط الليالي لان نوبة الكبار انتهت وجاءت من بعدهم نوبة الاطفال والمراهقين، ويستيقظ الاباء بعد منتصف الليل بساعة او ساعتين واذا بالاطفال الذين كانوا يركضون قد استيقظوا بعد منتصف الليل ليأخذوا حصتهم مما اخذ منه الاباء قبل قليل. اما ما يستتبع ذلك من تراجع مستوى الدراسة وتراجع الاهتمام بالعلم والتعلم، فسل عن ذلك ما يمكن ان تصدره وزارة التربية من مظاهر التراجع في الدراسة ونتائج ذلك وما اكثرها وما يتنبأ به الايام اخطر. اما ما وراء ذلك
من الأعين التي تصبح ناعسة تعاني من مرض النعاس والتثاؤب والكسل في الموظفين الذين يخرجون إلى وظائفهم وأعمالهم. نعم. فصل الذين يرصدون الخط البياني لتراجع الإنتاج ولتراجع الأعمال الإدارية ونحو ذلك. كل هذا شيء أصبح واضحا والزمن يتنبأ بالمزيد ثم المزيد منه. أنا لم أتأقل عن الفضيلة شيء ولا كلمة بعد، وإنما أتكلم عن نتائج اجتماعية ونتائج اقتصادية. ونحن عالم متخلف، نحن من جملة العالم الثالث، ليس لنا رصيد لا يخيفنا، نحن أمة ذات رصيد علمي واقتصادي قوي جدا جدا جدا، ولذلك وجود هذه المبادئ نحن كالغرب لا تهمنا. لا، الأمر على خلاف ذلك تماما. نحن في طور الإنشاء، نحن في طور البناء، نحن في طور التعمير، نحن في طور الدفاع عن الذات. نحن بيننا وبين الآخرين من الأعداء الذين استلبوا حقوقنا مشاكل، الوقت أضيق من أن يتسع لهذا كله. طيب أعود فأقول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ماذا يستطيع الحاكم أن يصنع أمام هذا الوباء المنتشر كما قلت لكم؟ ماذا يستطيع أن يصنع إذا لم يمارس كل إنسان مسؤوليته، ولم تنشأ شبكة التعاون بين هذه الفئات كلها؟ لن تستطيع فئة باستقلالها أن تصلح فاسدا بشكل من الأشكال. هذا المعنى الذي قصد إليه رسول الله، نحن غائبون عنه بمقدار ما أن هذا الحديث محفوظ حتى لطلاب المدارس، كل طلاب يحفظون هذا الحديث. وأنا أقول أيها الإخوة، هناك فئة من المسلمين تتصور دائما خلافا لما يقوله رسول الله أن المفتاح السحري لصلاح كل فساد بيد رجل، من هو؟ رئيس الدولة فقط. طيب هذا الكلام قال رسول الله خلافه تماما. ينبغي أن أعلم مسؤوليتي وأن أعلم مسؤولية الحاكم، وينبغي لكل فئة فئة من الناس أن تعلم مسؤوليتها، ثم على هذه المسؤوليات أن تتضافر. انظر بعد ذلك إلى النتائج كيف تكون. أنا أختم هذا الدرس أيها الإخوة بشيء تذكرته، تعود من ذاكرة إلى عام 79 أو 80، إلى العام 79 عندما أقيم حفلا في مدرج جامعة دمشق بمناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجري. طلب مني لأول مرة أن أقول كلمة الجامعة في هذا الحفل بحضور السيد رئيس الدولة رئيس الجمهورية هنا عندنا، واستشرت أبي رحمه الله. أول تجربة كانت لي، قال لي استجب وتكلم. قلت ماذا أقول؟ قال اجعل محور حديثك حديث رسول الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولعلكم تعلمون تلك الأيام كانت هنالك فتنة استشرت بين قطاعات من المسلمين المخطئين الذين نقول عنهم اجتهدوا فأخطأوا، لكن أخطأوا خطأ فادح جدا جدا. كانت تلك الفترة فترة فتنة تستشري بين دولك وبين هؤلاء الناس، وتكلمت، تكلمت كما أقول لكم الآن من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملت الدولة المسؤولية وحملت الناس المسؤولية، لم أحملهم أنا، رسول الله الذي حمل. ذكرت الجميع، قلت على المسؤولين أن يجلسوا جلسة قدسية فيما يتعلق بنقد الذات، وعلى كل الفئات الأخرى أن تجلس هذه الجلسة وأن تعود إلى نقد ذاتها وأن تتساءل عن قامة مسؤوليتها، وعلينا جميعا أن نبايع الله ونعاهده أن نتحمل مسؤوليتنا اليوم من جديد. هذا الكلام هل كان مقبولا من الفئات كلها؟ كان مقبولا، وكان رئيس الدولة موجودا، وكان في مقدمة من تقبل هذا الكلام،
وكان في مقدمة من أعلم رضاه عن هذا الحق الذي ينبغي أن يتقاسمه المسؤولين جميعا. إذن عندما نعترف بتقصيرنا ونطالب الآخرين بأن لا يقصروا كلامنا يأتي مقبولا، لكن عندما لا أعترف بتقصيري ولا أعترف بمسؤوليتي وأسند ظهري للجدران وأجعل مسؤوليتي فقط التوجيه والتلويح بعصا التهديد، لا يقبل كلامي بشكل من الأشكال، لأنني مسؤول وغير مسؤول. أنا مسؤول كعالم في حيه، والتاجر مسؤول في متجره أو مصنعه، والموظف مسؤول ورئيس دائرة مسؤول والمدير مسؤول والوزير مسؤول ورجل الأمن مسؤول، مسؤول عن خدمة هذه الأمة وعن رعايتها والسعر على مصالحها. فإذا تشاركت هذه المسؤوليات ناهضة بشكل إيجابي، والله لن تقع ثغرة من الثغرات، وسوف يكون الله راضيا، وسوف يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم راضيا، وسوف يصلح الله سبحانه وتعالى حال هذه الأمة. هذه باختصار خلاصة ما يدل عليه هذا الحديث الأول. ثم نقلنا إلى الحديث الثاني، وهو عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث متفق عليه، وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. الحديث يرويه صحابي اسمه أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من هم الذين يعنيهم رسول الله؟ بعض من الناس يفرحون ويتصور أنهم ليسوا مسؤولين، هذا إشارة لرئيس الدولة فقط، هو المعني بقوله ما من عبد يسترعيه الله رعية. طيب وأنت لست مسؤولا؟ وأنت مسؤول عن رعيتك في بيتك، أنت رب أسرة، وزوجتك أليست داخلة في هذا الكلام؟ وأنا كإنسان عالم في حيه أليس مسؤولا؟ وأنت كتاجر ألست مسؤولا؟ والآخر كموظف أليس مسؤولا؟ وكل الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسوا رعاة؟ ألم يسترعهم الباري عز وجل رعية؟ فلماذا تبرئ نفسك من هذه المسؤولية وتنام قليل العين وتحيل هذا الكلام إلى غيرك؟ ينبغي أن تتصور أنك أنت أول من ينبغي أن يخيفه هذا الكلام. أنا عندما أسمع هذا الكلام وأنا زوج وأنا رب أسرة يحدوني هذا الحديث المخيف إلى أن أسعى على تربية أولادي في الدار وخارج الدار، على رعاية وضع أسرتي من كل الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية، ينبغي أن أجعل عملي كله وقفا على هذا الأمر. لكن عندما أذكر نفسي أو أذكر أخي بهذا، أكثر ما يقول: أنا أخرج من الصباح الباكر لعملي ولا أعود إلا في المساء، أعود متعبا، لا أملك من الوقت إلا ما آكل به لقيمات ثم أضطجع وأنام. إذن أنت تضحي بأسرتك في سبيل عملك في خارج الأسرة، هذا ما قاله لك رسول الله. تبا لعمل يضحي الإنسان بسببه بأسرته، رعايتك لأسرتك أهم وأقدم وأكثر خطورة من المتجر الذي تفتحه. افتح متجرك في الساعة التاسعة العاشرة
ولا يشترط أن تفتح متجرك في الساعة الثامنة أبدا. واجعل هاتين الساعتين لرعاية أسرتك، لرعاية أولادك، للنظر في وضعهم الأخلاقي الثقافي الاقتصادي أيضا. نعم، المرأة التي أناط الله عز وجل بها رعاية أولاد، رعاية زوج، رعاية أسرة، إذا نامت عن هذه المسؤولية التي كلفها الله سبحانه وتعالى بها واسترعاها إياها، فما قيمة أن تحضر دروس؟ ما قيمة أن تتكلم عن الإسلام؟ ما قيمة أن تقرأ كتب؟ ما لا لا قيمة لها، كل هذا شيء نظري. الأمر العملي هو الأساس. كل الذين قال عنهم رسول الله رعاة مخاطبون بهذا الحديث الثاني. فعندما يقول المصطفى ما من عبد يسترعيه الله رعية، من الذي دخل في هذا؟ دخل في هذا رئيس الدولة، ودخل كل من استرعاهم الله رعية. ضاقت دائرة هذه الرعية أو اتسعت؟ فانظر الذي نهض بمسؤوليتها ولم يخن الأمانة وقام بالواجب، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه الجزاء الأوفى. ومن خان المسؤولية ونام عنها وعاد إلى حظوظ نفسه وحدها فإنه معرض لهذا العقاب، كما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رب المصنع داخل في هذا الكلام، عامل المصنع داخل في هذا الكلام، الموظف داخل في هذا الكلام، رئيس الدائرة داخل في هذا الكلام، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد والثانويات والمدارس داخلون في هذا الكلام. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لم يخذ الأمانة وأدى حق الرعاية على وجهها، والحمد لله رب العالمين.